احنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو حمص يوم الثلاثاء ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 9/26/2023 وتعالوا شوفوا اسعار العجول الذكوره البقري العلف مع المعلم سمير ابو الخو. صباح الخير حاج سمير. صباح الفل. كل سنه وانت طيب يا غالي. عامل ايه؟ انا شايف العرض يا طلب شويه النهارده في ابو حمص. والله ده منور كان احسن من ده منور. كان في عمل على النار عن ابو حمص. كان في فيوميه وفي سعيده. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل. كده قلت لك المياش السعيدي والفيوم البحيره نهار هيش. اي البحيره ما فيهاش السعيده وبتوع الفيوم يا حاج ناس محترمه. هم العمل بحالهم. وبينزلوا في اي مكان بيشرفوا نفسهم. والله الله يبارك لهم. بسم الله ما شاء الله. صباحنا وتحياتنا للصعايده والفيوميه الناس المية مية الله يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع يا رب اللهم امين. اعمار قد ايه كده يا حاج سمير؟ يعني سنه واربع شهور. سنه واربع شهور عجلين ثلاث عجول ذكوره علف يا جماعه. بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. كم وكم يا حاج سمير؟ الجوز دول 55 ونص. 55 ونص الجوز دول اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. 55000 ونص والثالث دواء 26 ونص. بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر الله اكبر. عن المهم بتاعت العيد دي عشان تبقى عارف برضه يعني هيبقوا اضحيه ان شاء الله. ان شاء الله فاهم عليها اضحيه يا جماعه اللي عايز يدخل اضحيه من دلوقتي. بسم الله ما شاء الله العجول الذكوره العلف البقري مع المعلم سمير ابو الخاو بتاع ابو حمص الله يبارك له ويصلح حاله. ادينا أيوة عشان في ابو الخاو كم حماده يا ابو عارفين ان ابو الخاو في ابو الخاو ابو حمص وفي ابو الخاو كم حماده يا جماعه. دي ابو الخاو ابو حمص طبعا المعلم سمير عشان جتنا ناس برضه وخدوا بهايم وابو عارفين الطريق. الله يبارك لك. ادينا الرقم حاج سمير 011 011. لا تعالى انت بقى من الشمس شويه بقى حبيبي. ايوه 011 011 51 51 62 7-0 4-4 الله يبارك لك يا معلم سمير ويصلح حالك وحال الجميع يا رب اللهم امين. كان ب 29 في ضمنهم. ايوه 29 30 كمان. اللهم صل عليك يا نبي. النهارده الدنيا مريحه شويه. طب النهارده عامل كام كده لوحده؟ النهارده 28. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. الله يبارك لك يا معلم سمير ويصلح حالك وحال الجميع يا رب اللهم امين. ربنا يرخى على عباده يا رب اللهم امين ويصلح حال الجميع يا رب. صباحك ابيض. نشوف الحاج هلال يا جماعه معاه دكرين صلاه النبي عليهم. بسم الله ما شاء الله لا اله الا الله الله اكبر. كم وكم يا حاج هلال بالامانه كده بمرت ده 62000 يا حاج 62000 31 31 بلاش. بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله على المال الله اكبر. 62000 يا جماعة ذكرين صلاة النبي عليهم. أعمار قد إيه كده يا حاج هلال؟ أعمار 6 9 شهور. 9 شهور. 9 شهور. بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك. الله وكيل ثمنهم مع الجني. الله يبارك لك يا حاج هلال. ادينا الرقم طيب. لا الرقم مع تبع سمير. تبع سمير الله يبارك لك. تابعك يا حاج سمير برضه الله يبارك لك ويصلح حالك. صباحك ابيض. معانا وجات ناس وخدت برضه من نفس التحديد. الله يبارك لك يا حاج سمير ويصلح حالك. احنا بنقول له بعون ربنا عشان خاطر اللي جاي يبقى عارف دي الحقيقه. الله يبارك لك. معلش يعني في بقى تقع من الصوت بقى اقول لك خمسه مليون. الله يبارك لك يا حاج سمير ويصلح حالك. صباحك ابيض ان شاء الله. صرفت يعني وهي طالعه مطلوعيه وعربيات لان في الناس بتيجي على البيت بتقول لك ده انت جاي كذا. انت جاي كذا صح. اه. بيطلعوا طبعا بيطلعوا مطلعيه من السوق وعربيه بتروحهم بيصرفوا. الله يرضى عليك. فانتوا المصاريف برضو على حساب الزبون. امال على حساب. الله يبارك لك يا معلم سمير ويصلح حالك. امين يا رب. الله يصلح حالك وحال الجميع يا رب اللهم امين. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.